قبل ما نحكي بأي شيء، بما أنه الامتحانات قربت فأنا بدي أعطيكم سؤال اختر الإجابة الصحيحة لنشوفكم إذا مجهزين حالكم للامتحانات ولا لا. السؤال هو: بيكاتشو في لون أسود بنهاية دنبه ولا كل دنبه لونه أصفر؟ ورح نعطيكم 30 ثانية لحتى تجاوبوا على هذا السؤال. خلصوا 30 ثانية. تقريبا اغلبكم اخترتوا انه بيكاتشو عنده لون اسود بنهايه ذنبه، بس الجواب الصح انه كل ذنبه لونه اصفر، وهذا الدليل. طيب ليش هيك صار؟ وليش فكرتوا انه بيكاتشو عنده لون اسود بنهايه ذنبه؟ مع انه نحن بنتفرج عليه من لما كنا صغار وحافظين شكله، هلا بتعرفوا. هلا بالبداية إذا بتحس حالك منحوس فلازم نعرفك على الأب الروحي تبع النحس. ستيف تيتس شاب أمريكي مرتبط قرر مرة من المرات إنه ياخذ حبيبته النحس ويروح هو وياها على مطعم ويعمل لها مفاجأة وجو رومانسي. راح هو وياها وركبوا بسيارته، بس لسوء حظه سيارته بتشبه سيارة مجرم متهم قضية اغتصاب بنت قاصر، وقد ما له منحوس حتى الملامح العامة تبع وشه بتشبه وش هذا المجرم. يعني هن الاثنين كانوا شقر وهن الاثنين كانوا شعرهم طويل شوي. وإذا يا معلم بطقن الشرطة. ستيف فكر أول شيء إنه هدول بوليس الأداب، عم قال له للشرطي: وحياة عيونك يا عمو الشرطي إني ما قربت عليها وما بستها ولا بوسة، حتى إيدها ماني ماسك لياها. شوف الشرطي كان شكله متنح، قال له: لا أنت متهم قضية اغتصاب. حمله هيك وحطه بالسيارة واعتقله. هلا لهون مبين القصة طبيعية، إنه واحد منحوس وصار معه موقف معين، بس الفكرة إنه ستيف انحط قدام البنت اللي تعرضت للاغتصاب وسأل القاضي إنه هذا هو المجرم ولا لا. وهون ستيف كان أخذ وضعية الثقة وإنه هو ما دخله، وفجأة البنت بتقول للقاضي إنه إيه هذا هو. الله لا يوفقه. ستيف بعد هيك انحكم بالسجن وضل عم يحاول يثبت براءته بس ما قدر. اخر شيء حبيبته راحت لعند المحقق وقالت له: لك يا محقق يا بني ادم، انا وياك كنا رايحين على المطعم وبدي خورفه هني، الزلمه ما له علاقه بهي السيره كلياتها. وبعد ما ستيف قضى سنه كامله بالحبس لقوا المجرم الحقيقي وعرفوا انه ستيف بريء، وبعدها طلعوه من السجن واستجوبوا البنت اللي تعرضت للاغتصاب ليعرفوا ليش هي حكت انه ستيف الفاعل. عم قالت لهم انه هي هيك كانت متذكره وهي ما عندها اي نيه لحتى تاذي هذا الشاب، وهي على حسب ذاكرتها كانت متاكده انه ستيف الفاعل، بس بعدين انصدمت لما شافت المجرم الحقيقي. بعد ما طلع ستيف من الحبس لقى حاله متقلع من وظيفته، عم اخذ وعد لحاله انه يبيع كل شيء بملكه وياخذ هدول المصاري ويرفع دعوى على هي البنت. عم خبرته الشرطه انه هو ما في يرفع دعوى على هي البنت. ستيف تيتس خسر كل املاكه، خسر وظيفته وما قدر يرفع دعوى على البنت، ومن كتر ما تضايق وحصر اجته ازمه قلبيه ومات. يعني باختصار هذا الشخص مات من وراء ذكرى زائفه تشكلت بدماغ هي البنت. وهون صار في سؤال: معقول دماغنا يضحك علينا؟ يعني معقول دماغنا يخترع شغلات ما أنا منطقية أو ما أنا صح؟ طيب الشغلة اللي صارت مع ستيف شغلة كتير نادرة إنه ترجع تصير مرة تانية، بس خلينا نحكي مواقف حياتية بتدلنا عن جد إنه الذاكرة تبعنا عم تخدعنا. لك وين القلم يا زلمة؟ ليش أخذتوا القلم على الطاولة؟ قلت لكم 200 مرة لا حدا ياخذ هذا القلم. بدك تطفي أفكار يا زلمة. على فكرة ميشو أنت صاير كلبها، لا طلع فيني هيك، تاخذ القلم وبتخبي. ليش عم طلع فيني هيك؟ ليش صافي؟ القلم بإيدي؟ سوري انا الكلب. الذكريات الزائفة هي حرفيا احداث بيخترعها دماغك، بس هي ما بتكون صايرة بالواقع. مثل انت لما بتكون فكر حالك مضيع موبايلك او قلمك وهو بيكون موجود بايدك، وبتكون معصب وعم تدور على القلم وين القلم او وين موبايلي، وتتخانق مع العالم وهو موجود بايدك بس انت ابدا مالك منتبه. او بتكون مثلا قاعد مع رفيقك السائل بيقول لك: دريت شو صار معي؟ وبيحكي لك قصة، بس المشكلة انه هاي القصة اللي عم يحكيها هو بيكون حاكي لك اياها شي 60 مرة، وانت كل مرة بتقول له: لك يا اخي كم مرة بدك تحكي لي هاي القصة؟ وهو بيتفاجئ هيك مدري شو بصير له بيقول لك: بالله انا قايل لك اياها لهي القصة. وقد ما حاولت تقنع انه هو حاكي لك هاي القصة ما بيقتنع، لانه دماغه بيكون عاطيه ذكرى زائفة. يعني هو ما بيكون عم يجادل لمجرد الجدل، هو عن جد بفكر حاله انه مو حاكي لك هي القصة، لانه ذاكرته خالق احداث ومواقف غير واقعية وهو مو عرفان بهذا الشيء. طيب هاي الحالة من الذاكرة الزائفة موجودة بس عند البنت اللي اتهمت ستيف وعند رفيقك الزنخ، ولا موجودة عند كل العالم؟ رح جاوبكم على هذا السؤال بشيء مثل اختر الاجابة الصحيحة يلي عملناها باول الحلقة. انا من هدول شعار المونوبولي، يلي لابس عدسة ولا يلي مو لابس عدسة؟ وطبعا اغلبكم اختار الشعار اللي بيكون لابس فيه عدسة، بس الصح انه هو ما بيكون لابس عدسة وهي الاثبات. طيب انا من هدول شعار شركة فولكس فاجن، يلي فيه قطع اما يلي ما فيه قطع؟ كمان اخترت الشعار اللي ما فيه قطع، بس الصح انه شعار فولكس فاجن فيه قطع، هي تطور الشعار عبر السنين. ايوه طلعنا بناخذ بنعطي ومخنا بيضحك علينا والله. وهذا الشيء اللي مستغربين منه اسمه مانديلا افكت او تاثير مانديلا، واكتشفته الباحثه فيونا بروم. طيب ليش هيك تسمى بهذا الاسم؟ كانت فيونا قاعده هي ورفقاتها وفتح حديث عن رئيس الجنوب افريقي نيلسون مانديلا، فكل اللي قاعدين اكدوا انه نيلسون مانديلا مات من 30 سنه، مع انه الحديث كان عم يدور ب 2010 ومانديلا مات ب 2013، بس هن كلهم عم يقولوا انه مانديلا مات من 30 سنه. شيء قال انه هو بيتذكر العام اللي مات فيه مانديلا، والثاني قال انه هو قاري هذا الشيء على الجرايد وما عم يجيب شيء من عنده. وبعد هيك فيونا نشرت هي القصه على موقع ريديت
بتفاجأ انه كتير عالم عم يحكوا نفس حكي رفقاتها، مع انه مانديلا لسه عايش ومات بال 2013 مثل ما حكينا. فعملت موقع لهي القصص وسمته مانديلا افكت، من هون اجت هي التسميه. وبهذا الموقع صارت تنتشر كتير قصص مثل قصه بيكاتشو او المونوبولي او الفولكسفاجن، انه الناس اخذوا عنهم فكره نمطيه انه هيك شكلهم، بس بالحقيقه انه شكلهم مختلف تماما. واذا مفكرين الموضوع مسحه، فحتى الرئيس الامريكي جورج بوش وقع بتاثير مانديلا، وقال باحد خطاباته عام 2007 انه بيجي حدا بيسالني وين مانديلا، مانديلا مات لانه صدام حسين قتل كل مانديلا بالعالم. طبعا احنا لقلنا شو حكى وما بنتبنى وجهه نظره ابدا، خلونا نشوف هذا الفيديو. I heard somebody say, "Now where's Mandela?" Well, Mandela's dead because Saddam Hussein killed all the Mandelas. وبعد ما فيونا سلطت الضوء على هاي الفكرة، بعد ما العالم صار تحكي انه خربطوا بشكل بيكاتشو او بشكل ميكي ماوس وكانوا مفكرين مانديلا ميت من 30 سنة، بعد ما جورج بوش بذات نفسه خربط وفكر انه مانديلا ميت، بلش الناس تحاول تلاقي سبب لهي الظاهرة او سبب لتأثير مانديلا، ولهيك طلعت ثلاث نظريات. اول نظرية انه في حدا عم يتحكم بعقولنا، وقالوا داعمين هاي النظرية انه في مؤامرة من قادة مخفيين وما حدا بيعرفهم، وهن عم يعملوا هذا الشيء ليأسروا على تفكير العالم ويقنعوهم انه ذاكرتهم مانا ثابتة، وبعدها يضيفوا احداث وقصص على كيفهم والعالم تصدقها. النظرية الثانية انه هذا تأثير الاكوان متوازية، وهي النظرية بيقولوا اللي بدعموها انه سبب تأثير مانديلا هو كون موازي للكون تبعنا، وهنيك بيكاتشو عنده لون اسود بنهاية دنبه ومانديلا مات من 30 سنة، لهيك هذا الشيء عم يأثر على تفكيرنا، عم يخلينا نفكر بهي الشغلات مثل احداثها او شكلها هنيك، وبنفس الوقت الناس الموجودين بالكون الموازي لنا بيكونوا عم يخربطوا بسببنا. النظرية الثالثة مصادم الهيدرونات الموجود بسويسرا، هي النظرية قالوا انه سبب التأثير هو مصادم الهيدرونات الموجود بمختبر سيرين بسويسرا، وانه الابحاث النووية والفيزيائية اللي بتصير بهذا المختبر غيرت واقعنا بشكل معين، وهي السبب بهذا النوع من هي الظواهر اللي ما أنا مفهومة. وطبعا هي النظريات بتضل نظريات ولهلا ما قدر اي حدا يثبت اي واحدة منهم، لهيك كان رأي العلماء مختلف. سنة 2015 وبعد ما حكوا الناس كتير عن هاي القصة، قرر المركز الوطني للمعلومات التكنولوجيا الحيوية بأمريكا انه ينشر بحث من اشهر ابحاث علم النفس، وهذا البحث صار بسنة 1959 يعرف بنموذج ديس روجر ماكدرموت. كان في ثلاث علماء عم يدرسوا بهذا البحث طريقة عمل الذاكرة البشرية، وحتى منصات الصحافة حاولت تفسر هاي الظاهرة، وصحيفة الاندبندنت نزلت عام 2018 تقرير كامل عن تأثير مانديلا، وبهذا التقرير استعانت بنموذج ديس روجر ماكدرموت، وبيقول هالنموذج انه الانسان عنده ذاكرة كاذبة بتتكون كل يوم باللاوعي تبعه، والسبب بيرجع للمشاهدات السريعة للأشياء اللي حواليه والربط بيناتها، ومن وراء هذا الشيء الدماغ بيخترع أمور وشغلات ما لها موجودة وبيخزنها على الذاكرة الحقيقية. طبعا هذا الشيء مو فردي أو بيصير مع واحد أو اثنين، لا هذا الشيء بيصير مع أغلب العالم، ومن بيناتهم رفيقك السعيد اللي بيعد لك نفس القصة 200 مرة، وتسمى هذا الشيء بالذاكرة الكاذبة التشاركية. كمان بأحد أبحاث عالم النفس الأمريكي جيم كوان بموضوع التمييز بين الذكريات الكاذبة والحقيقية، لقى إنه هذا الشيء بيصير كتير عند البشر بسبب أخطاء المشاهدة. كيف يعني أخطاء المشاهدة؟ يعني نحن مثلا بنفكر إنه السواد اللي على إذن بيكاتشو موجود بنهاية أو لبس الطبقات الأرستقراطية للبنزار الأحادي بيخلينا نفكر إنه شعار المونوبولي زلمة فيه لابس عدسة. يعني أخطاء المشاهدة بتخلي تفاصيل كتير صغيرة وما لها حقيقية تنزلق على ذاكرتنا الحقيقية، وهذا الشيء اللي بيخلينا نصدق. من هون منكون عرفنا إنه ذاكرتنا ما لها بهذا الكمال يلي متخيله نحنا. وإذا حابين برامجنا وملاقيين عم تقدم شيء مفيد فلا تنسوا تدعمونا ب25 تعليق وتعملوا لايك للفيديو.